السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في النشرة الرياضية حقق فريق مركز شباب أبو الصبع ومركز شباب الوسطى فوزان مستحقا على حساب فريقي مركز شباب لبسيتين ومركز شباب مدينة عيسى في المبارتين اللتين يقيمتا ضمن مباريات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة من منافسات الدور الأول للنسخة الرابعة لدور خالد بن حمد للمركز الشبابية لكرة القدم والأولى لذوي الإعاقة الذي يقام على صالة نادي الرفاع تحت شعار ملتقى الأجيال هذا وتختتم اليوم مباراة الجولة الثانية منافسات الدور الأول الحمد لله أن فريقنا قدر أنه يخلص الكرات اللي كانت عنده والحمد لله أن انتهت سبعة اثنين لأنه احنا داشين طموح البطوله لا غير بحكم ان فريق المحافظه الوسطى حاز على ثلاثة القاب سابقه وداشين اليوم بغرض المنافسه وخاصه بطوله تحمل اسم سمو الشيخ خالد الداعم الاول للشباب هو سمو الشيخ ناصر لكن البطوله تحمل اهداف ساميه منها توجيه الشباب والحث على الرياضه في المجتمع ودعم الشباب عامه. فعاليه شبابيه رياضيه جدا مميزه في فتره الصيف اللي شاهدته اليوم فعاليه تنظيم جدا رائع. قدرت الفعالية تستقطب كثير من الشباب من مختلف مناطق البحرين، واعتقد ان نجاحها نجاحها في استقطاب هاي الكم الكبير من الشباب من مختلف المناطق ان يتنافسون في فعاليه رياضيه بحد ذاته نجاح. الدوري مثل ما قاعد نشوف يمتاز بطاقات شبابيه واعده. في هذه اللعبه وايضا اكتشاف للمواهب الشبابي خاصه احنا نمر في فتره الصيف وهذه فرصه لاستثمار طاقات الشباب وسد الفراغ بما لديهم من مهارات وطاقات